بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايبي سينيور 3. الفيديو ده ان شاء الله هنحل على الابنديكولار سكيلتون من اسئله المعاصر. اول سؤال معانا: which of the following tissues covers heads of bone؟ طبعا اللي بيغطي الهيد اوف بونز، رؤوس العظام عند الجوينت، المفاصل زي ما احنا شايفين، الماده دي بتكون كارتليج، غضاريف. طب الكارتريدج ده اي نوع من النسيج؟ النسيج ده بيكون كونكتيف تيشو. طيب الكونكتيف تيشو ده التيشو نوع من التيشوز او الانسجه، اخدناها في سينيور 1. تحديدا نتكلم عن الكونكتيف تيشو اللي خصنا دلوقتي. الكونكتيف تيشو ده عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا كده. الخلايا دي المفروض انها بتغوص في ماده، الماده دي ممكن تكون سوليد زي البون وزي الكارتريدج، تمام، ممكن تكون ليكويد زي البلد او اللمف، ممكن تكون سيمي سوليد زي الممبرينز الاغشيه. فالنوع ده من الكونكتيف تيشو، انا بفهمك يعني ايه كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو يعني انسجه بتتكون من خلايا، الخلايا الماده البينيه اللي بين الخلايا دي بتكون صلبه زي الكارتليج. يبقى لما يجيب لك يكلمك عن البون او يكلمك عن الكارتليج يقول لك ده اي نوع من التشو، هتقول له كونكتيف تشو. وهنا بيسالنا عن البون اكس، بيقول which of the following joint z part x، تمام، البارت اكس ده participate in its formation. الاول لازم اعرف البون دي ايه. طبعا البون دي هي الفيمر بون، والبارت اكس ده طبعا هيكون الجزء اللي articulates، بيتمفصل عند الني جوينت مع التيبيا بون، تمام كده، علشان يكونوا الني جوينت. يبقى ده بيكون الني جوينت. اكتر حاجه بتميز الفيمر الراس، بتكون راس بارزه قوي علشان خاطر تبات في الاسيتابيلم، تجويف الاسيتابيلم في البلفيك او في البلفيك جيردل. وطبعا الجزء السفلي منها زي ما قلنا بيتمفصل مع التيبي عشان يكون الني جوينت. Which of the following movement doesn't need joints؟ تعالوا نشوف. chewing food، مضغ الطعام، اكيد طبعا هنا بنحتاج الجوينت بتاعه اللي ورجو الفك السفلي. head nodding، ان انا احرك راسي شمال ويمين وانا بقول لا مثلا، اكيد طبعا هنا بيكون الجوينتس بتاعه الرقبه او السيرفيكال فيرتيبري لازم تتحرك. بول كايكينج، ان انا اركل الكوره يعني واحنا بنلعب كوره، طبعا هنا بنحتاج الني جوينت. اي بلانكينج، اي بلانكينج طبعا هنا ان انا اغمض عيني، الحركه دي مش بنحتاج فيها جوينتس، او مال بتكون معتمده على ايه؟ على الماسلز بتاعه العين او عضلات العين. وبالتالي هنا بختار التشويس الاخير اي بلانكينج، الحركه دي doesn't need joint او مفصل. What's the type of joints at which tips are attached to girdles in human؟ joints مفاصل، بتكون العظام عندها tips are attached، متصله بالgirdles او بالاحزمه. wide movement synovial joint ولا fibrous ولا limited movement joint ولا cartilage؟ تعالوا نشوف. اكيد طبعا هنا بختار ال wide movement joint. لو بصينا عند ال girdles، هو بيقول ال girdles او الاحزمة اللي عندنا، عندنا ال pectoral girdle. طيب ايه الجوينت اللي بتكون عند البكترال جيردل؟ الشولدر جوينت. طب النوع هنا ايه؟ وايد موفمنت سينوفيال جوينت، يعني الحركه هنا بتكون ان في كل الاتجاهات. طيب لو بصيت عند البلفيك جيردل، الجوينت اللي عندي الهيب جوينت، وهنا الحركه بتاعه الهيب بتكون او الحركه بتاعه الفيمر او الثاي بون بتكون في كل الاتجاهات، all different directions. فالجوينت ده وايد، الجوينت ده بيكون وايد، والجوينت ده بيكون برضو وايد، يبقى دي، يبقى الجوينت اللي عند الجيردلز او الاحزمه بتكون وايد موفمنت سينوفيال جوينت.
which of the following bones form shoulder joints؟ البونز اللي بتكون الشولدر جوينتس. تعالوا نشوف الشولدر جوينتس. عند الشولدر جوينتس تحديدا بيتكون من الهيومرس بون وبيتكون من السكابولا اونلي. خلي بالك ده هو الشولدر جوينت، التو بونز دول بس، الكلافيكال بون مش معانا. لو دققت النظر هتلاقي هو بيكون في اتصال، الكلافيكال بون متصلة بس بالسكابولا ومفيش اتصال بالكلافيكال مع الهيومرس خالص، مفيش هنا اتصال. هما متصلين ازاي؟ زي ما انت شايف في كده بروز كده او نطوق بيخرج من السكابيلا مع الكلافيكل، تمام؟ اوكي، دول ما لناش دعوه بيهم، دول حته لوحديهم. ده اتصال التو بونز مع بعض عشان يكونوا الشولدر، عشان يكونوا الشولدر او البيكتورال جيردل. لكن الشولدر جوينت اللي يخصني دلوقتي هو عباره عن عظمتين بس، الجلينايد كافيتي، فالسكابيلا بون بيبات في الراس بتاعت الهيومرس. يبقى two bones بس دول اللي عندنا، humerus وscapula only. Which of the following statements is correct regarding the synovial joint؟ بالنسبة للsynovial joint، طيب all of them cause movement، كل synovial joint بتمثل بتسبب movement، contains equal amount of synovial fluid، they represent attachment of two bones only، ولا they contain solid cartilaginous disc. طيب which of the following statements is correct regarding the synovial joints؟ all of them cause movement، كل انواع synovial joints هي بيكون فيها حركة، والحركة ممكن تكون limited in one direction زي الالبو زي الني، او wide في كل الاتجاهات زي الهب او زي الشولدر. طيب they contain equal amount of synovial fluid، لا طبعا مش equal، على حسب كل synovial joint بيكون في كمية من synovial fluid، فبتكون اكتر في الوايد joint واقل طبعا في limited. They represent the attachment of two bones only، لا مش شرط، ممكن يكون أكتر من two bones زي ما هنشوف لو بصينا هنا كده، ده synovial joint. طيب ده موجود فين؟ الهيومرس والألنا وريديس، ده عند الإلبو joints، وده هنا three bones، تمام؟ They contain solid cartilaginous، لا طبعا مفيش cartilaginous disc خالص، او كلمة cartilaginous disc دي بتكون موجودة في cartilaginous joints اللي بين الفيرتيبري. الديسك ده بيكون بين الفيرتيبري بتاعت الفيرتيبرال كولوم، خلاص الديسك ده بيكون في بين الفيرتيبري بتاعت الفيرتيبرال كولوم، لكن مفيش ديسك في السنيفيال joints. الشكل اللي قدامنا جايب لنا كده شكل السكابولار كلافيكل الهيومرس. Which of the following bones articulates with bone X؟ Which of the following bones articulates with bone X؟ طبعا الهيومرس articulates مع السكابولا علشان يكونوا من فوق الشولدر جوينت، وما ننساش الألنا والراديوس برضو articulate مع الهيومرس. الهيومرس دي من تحت articulates مع مين؟ مع التو بونز دول، الألنا والراديوس، عشان تكون لي الالبو جوينت. يبقى الهيومرس دي عظمة مشتركة، من فوق بتكون الشولدر جوينت ومن تحت بتكون الالبو جوينت، يبقى articulate مع السكابولا من فوق والألنا والراديوس من تحت. بيسألك what the number of vertebra to which letter Y refer؟ طيب letter Y ده refer، عايز رقم الvertebra، طب نجيب ده ازاي؟ طيب بيسألني number of vertebra to which letter Y refers، انا عايز اعرف بقى letter Y ده متصل بأي rib. ده الفيرست rib، ده الاولاني، تمام كده نمشي معاهم، التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر، يبقى واي دي متصلة بأي ريب؟ الريب نمبر 10، جميل جدا. بس يبقى دي مالها؟ يبقى دي الثراتيك فيرتيبرا نمبر 10 أكيد، بس هو بيسألني عن الثراتيك فيرتيبرا ولا عايز النمبر أوف فيرتيبرا بشكل عام؟ يبقى الثراتيك فيرتيبرا دي نمبر 10، رقمها كام في الفيرتيبرا كله؟ لازم تضيف
مع التن تضيف السبعة بتوع مين؟ بتوع السيرفيكال، ف واي دي المفروض انها فرتيبرا نمبر 17. هنا بقى from the opposite figure how many bones form the joint X in an adult person. الجوينت X قد كام بون بتكونه؟ طبعا عندنا two bones، البون طبعا الفامر بون والبلفيك جيردل بون. احنا عارفين ان دي عبارة عن three bones بس ملتحمين كأنهم one bone، يبقى هنا one bone تمام وهنا one bone، يبقى two bones only بيكونوا الهيب جوينت. طيب الشكل اللي قدامنا X and Y represent bones from appendicular skeleton. Which of the following is applied to them؟ عايزين نعرف مين X ومين Y ونعرفهم ازاي. طيب الشكل اللي قدامي X and Y ده بيمثل ايه؟ بص كده على X، يعني ممكن تكون ايه؟ X ممكن تكون الشانك بون تمام؟ طيب Y ممكن يكون الفور أرمز الألنا والراديوس. طيب تعالى نقرا، بيقولك ال upper part of each one a wide movement synovial joint. Wide movement synovial joint ال upper part wide movement، لا wrong. طيب upper part of each one of them limited movement joint، صح. بص كده هنا limited movement joint اللي هو الني بيتحرك في اتجاه واحد in one direction، limited movement joint اللي هو الالبو بيتحرك in one direction، ف choice B هو الصح. طيب بيقولك patients of arthritis feel pain in knee joint، التهاب المفاصل بيحسوا بألم في knee joint، يعني بشكل عام في كل ال joints المفاصل during movement and walking. السبب هيكون ايه؟ Why do the arthritis patients، المرضى اللي عندهم التهاب المفاصل arthritis التهاب المفاصل feel pain بيشعروا بألم شديد during movement أثناء الحركة والمشي؟ طيب السبب ايه بقى؟ السبب احنا اتفقنا ان معظم المفاصل اللي في جسمنا بتكون synovial joint. في السينيفيال جوينت اهو قدامك عندك تو بونز، اهي العظمه دي والعظمه دي، في الطرف في طبقه قلنا من الكارتليج من الغضاريف ديليكيتد لاير رقيقه غضروفيه تمام بتغطي طرف العظمه دي وطرف العظمه دي، وبينهم اهو السينيفيال فلويد. الطبقه الغضروفيه دي بيحصل لها التاكل بتتاكل، أثناء الحركة بقى بيحصل احتكاك للعظام دي وبيسبب ألم شديد جدا لأن الطبقة الغضروفية خلاص ما بقتش موجودة خلاص. فسبب إن هما بيحسوا بألم شديد جدا أثناء الحركة لأن الطبقة الغضروفية بتكون اتاكلت due to corrosion، تآكل cartilaginous substance الطبقة الغضروفية اللي بتغطي أطراف العظام عند ال Which of the following statements isn't correct؟ hip joint more fixed than shoulder joint. تعالوا نشوف. hip joint بيكون fixed أكتر من shoulder joint، ده حقيقي. دي statement صح مش هنختارها. ليه؟ لأن احنا زي ما احنا شايفين الكافيتي بتاع الأسيتابيلم بيكون أعمق من الجلينويد كافيتي، وبالتالي الرأس بتاعة كمان الفيمر بتكون بارزة أكتر وبتبات أو بتتثبت جوه الهيب جوينت، عشان كده الهيب جوينت بيكون fixed أو متثبت أكتر من الشولدر جوينت. احنا أحيانا بنسمع إن حد كتفه اتخلع مثلا، ده معناه إن عظمة الهيومرز دي اتحركت من مكانها، لكن ده مش ممكن يحصل في الهيب جوينت. طيب acetabulum cavity deeper than glenoid cavity، صح ده احنا لسه قايلينه. hip joint is limited، لا طبعا مش ممكن، ده انا لو مش فاهم حاجة من كل الاختيارات دي هختار الستيتمنت دي على طول. الهيب joint is limited movement، لا طبعا هو wide synovial joint، فهي دي الستيتمنت الرونج اللي هو عايزها واللي احنا هنختارها. طيب hip joint contains cartilaginous substances، الهيب joint اكيد رؤوس العظام عند الهيب joint او اي مفصل بتغطي طبقه من الكارتليج، هو قال كارتليجنال سبستانسز ماده غضروفيه، اوكي ما قالش ريسك، ناخد بالنا.
Which of the following couples of vertebrae that don't include cartilaginous joint between them? طيب تعالوا كده نشوف على أرض الواقع أحسن. لو بصينا بين الفيرتبري 2 3 4 زي ما كاتب لي هنا، طبعا 3 و4 في منطقة السيرفيكال عادي، وطبعا موجود بينهم cartilaginous disc. طيب 16 و17 من الارتيكوليتنج طبعا هيكونوا موجودين في thoracic region، واكيد في بينهم cartilaginous disc. 24 و25 دول موجودين في منطقة 24 و 25 دي اخر واحده في اللمبر، وطبعا دول هيكون موجود بينهم طبعا cartilaginous disc لان 24 دي اخر واحده في اللمبر، بعدين 25 دي اول واحده في الساكرال ريجن، فاكيد هنا في موجود cartilaginous disc. اللي مش موجود بينهم cartilaginous disc طبعا هي ال 26 و 27 لان دول في منطقة بقى اللامبر، سوري منطقة الساكرال، وهنا في منطقة الساكرال دي الفيرتبري كلها فيوزد ملتحمة، فدول عبارة عن one bone عظمة واحدة مش موجود بينهم cartilaginous disc. وكمان انا مش عايزاك تنسى حاجة في منطقة السيرفيكال بين الفيرتيبرا نمبر 1 و 2 مش موجود cartilaginous disc، خليك فاكر المعلومة ديت. وكل الفيرتيبري بتوع الساكرال ريجون كوكسيجيال ريجون برضو مش موجود بينهم cartilaginous disc، تمام؟ فما تنساش الاجزاء اللي مش موجود فيها cartilaginous disc او غضاريف. Which of the following bones starts with wide movement synovial joints ends with limited synovial joints؟ تعالوا نشوف على الرسم اكتر. طيب هنقول البون اللي بتبتدي ب wide movement synovial joint، لو بصينا على الهيومرس بون بتبتدي ب starts او اول جزء منها بيكون مع السكابولا الشولدر جوينت، وده wide movement synovial joint حر الحركة. أما lower part الجزء منها مع knee joint بيكون مفصل elbow joint اللي طبعا بيكون limited، فهنا بنختار الهيومرس. طبعا التيبيا لأ، لأنها بتبتدي عند الني وبتنتهي عند التارسلز، وهنا بتكون والتارسلز بتكون بتنتهي، يبقى كده العكس، يبقى التيبيا بتبتدي ب عند الشانك بون او الني جوينت بتبتدي بليمتد وبتنتهي بوايد، نفس الكلام الراديوس والان والالنا، احنا كده اخترنا الهيومرس. Which of the following bones articulates with lower tip of tibia bones؟ طب تعالوا نشوف. دي التيبيا بون زي ما احنا شايفين، اللور تيب يعني الجزء السفلي منها بيتمفصل مع التارسلز بون. طيب التارسلز بون دي بنسميهم الفوت انكل بون اللي بيتكونوا من 7 بونز الريجولر زي ما احنا شايفين دول. الشكل اللي قدامنا part of the upper limb in human skeleton studied is an answer. Which of the following articulates with lower part of X؟ طيب ده كده البون X، اللور بارت الجزء السفلي بتاعها. تعالوا كده نشوف الرسمة. طيب بيقول لك هنا سؤال، ركز كده، الشكل ده بيمثل جزء من الأبر بارت in human skeleton، يعني انت من الشكل كده ده الأبر لمب، تمام؟ طيب اكس ده بقى بيمثل ايه؟ انت مش عارف اكس دوت radius ولا ألنا، خلاص؟ بس المفروض ما هو اللي بره بيكون radius، خلاص؟ طيب بيقول لك ان البون اكس دي اللور بارت الجزء السفلي بتاعها بيتمفصل مع مين؟ يبقى انا من السؤال اتاكدت انها الراديوس اللي بتتمفصل مع الهاند ريست بون، علشان الالنا ما بتبقاش متصله ولا متمفصله مع الهاند ريست بون، يبقى من السؤال اتاكدت ان دي الراديوس لان الالنا مش بتتمفصل مع الهاند ريست بون. طيب بيسألك بقى why، حلو كده why،
الهيد بتاعت واي اللي هي الهيومرس فتس متثبتة في كافيتي. الكافيتي ده موجود فين؟ موجود في السكابولا بون، موجود في الاوتر تيب اوف سكابولا بون. دي اسمها السكابولا بون وده الاوتر تيب. اوتر تيب. What's the number of bones that enter the structure of joint Z؟ عدد البونز اللي بتكون الجوينت Z او الالبو جوينت. هتقول ايه؟ 3 بونز. هيومرس قلنا راديوس. هيومرس راديوس قلنا التلاتة دول بيكونوا الالبو جوينت. Which of the following pairs are incorrect؟ هنختار الستيتمنت الرونج. سنيفيال جوينتس allow movement، الستيتمنت دي صح. سنيفيال جوينتس كل السنيفيال جوينت بتسمح بالحركة عادي. تندنس ترانسفير الموفمنت، تخيل معايا كده انا عندي البون والبون دي بتكون اتاتشد بمسل، المسل دي بنسميها سكيلتال مسل. سكيلتال مسل دي لما بيحصلها كونتراكشن بتنقبض بتتحرك، المفروض انها بتكون اتاتشت متصلة بالبون دي بتندن. الحركة بتتنقل من المسل للتندن، فالتندن الوتر ده بيحرك البون، فبنقول على التندن الرباط ده انه بينقل الموفمنت ترانسفير موفمنت، فهنا صح مش مشكلة. كارتليج بريفنت موفمنت، لا طبعا الكارتليج مش بتمنع الموفمنت ولا حاجة. يبقى دي الستيتمنت اللي هنختارها، دول البيرس الانكوركت. الكارتليج مش بتمنع، doesn't prevent الموفمنت. المفروض هي عبارة عن طبقة بتغطي الهيدز اوف بون بتمنع الكروجن. ليجمنت والديترماين الموفمنت رينج، دي صح ودي عباره مشهوره. الليجمنت هي بتحدد مدى الحركه. مين اللي بيقول ان البون ساعه في الجوينت ده تكون ليميتد، او مين بيقول انها تكون وايد؟ اللي بيحدد مدى الحركه ده هي البونز. What is the number of ligaments that link femur bone with tibia؟ تعالوا نشوف كده. دي المفروض ان femur bone ودي المفروض التيبيا بون. التيبيا بون تمام. الفيبولا ما لناش دعوه بيها. يبقى عندنا كام؟ 3 ليجمنتس، 3 اربطه. الانتيريور كولاترال ليجمنتس، والبوستيريور اللي وراه، وفي هنا الميديال كولاترال ليجمنت. اسمائهم صعبه، نحاول نحفظها. الثلاثه What are the number of ligaments that link femur bone with fibula؟ واحد بس اهي. ligament واحد اللي بيربط ايه بايه؟ اللي بيربط زي ما احنا شايفين، اللي بيربط الفيمر بالفيبولا اللي هي العظمة الرفيعة ديت. ligament واحد، رباط واحد اسمه lateral collateral ligament. الشكل اللي قدامنا the structure represents the least effective part on the movement of bones. يعني المفروض ده اللي قدامنا ده الني جوينت، الجزء اقل التأثر، يعني جزء مش هيكون عليه حمل كبير قوي. هو الجزء ده طبعا اللي هو نمبر 4، الجزء اللي بيربط الفيمر بالفيبولا بون، لانها عظمه رفيعه جدا فمش بيكون عليها حمل خالص. الحمل كله بيكون مع العظمتين دول، الفيمر والتيبيا. اما الجزء اللي من ناحية التيبيا بون اللي هو نمبر 4، الليجمنت رباط نمبر 4 اللي بيربط الفيبولا بالفيمر، بيكون least effective part، اقل الاجزاء تأثرا في الني جوينت عموما. What does the letter X in the opposite figure؟ X ده في الشكل اللي قدامك بيمثل ايه؟ اولا ligaments لانه بيربط البونز مع بعضها. تندن لا، لان التندن ده بيربط البونز بالمسلز وما فيش قدامي مسلز. بون لا طبعا. سؤال احنا جاوبناه في الشرح، هنجاوبه تاني. سبب ability of gymnasts to perform
movement انها تعمل الحركات دي in different direction. بتقدر تعمل ده ازاي؟ زي ما قلنا ده increase ligaments elasticity، هو بيتميز سبب التمرينات اللي بيعملها عنده elasticity، مرونة اكتر من اي حد في الليجمنتس بتاعته. فالليجمنتس بقى characterized by انها strong، قوية وdurable، عنده قوة تحمل وبتديله استطالة، يعني بتزيد اثناء الحركة بتكون او طولها بيزيد elasticity زي ما قلنا in order not to be cut، عشان ما تتقطعش. الشكل اللي قدامنا جايب لي طبعا الني جوينت، طبعا الليجمنتس والتندنس جايبه كله يعني. فبيسألك what's the bone to which number 7 number 7 refer، طبعا اكيد دي الفيمر بون، مش عايزه كلام. طيب بيسألك what does number 1 refer to. number 1 انا شايفه ايه؟ انا شايفه number 1 دي حاجه لينك بتربط عظمه اللي هي الباتيلا بون، طبعا وهنا في المفروض مصل، يبقى ده تندن واتر. which of the following has or has a role in determining the direction of movement، اللي بيحدد مدى الحركة in this joint، اللي احنا قلنا اللي بيحدد مدى الحركة يعني اللي بيقول الحركة في الجوينت او البون دي بتكون limited او wide، طبعا هو الليجمنت او الرباط. تمام. طيب هو عايز ال direction of movement in this joint، هنختار بقى ligaments اربطة. طب تعالى نشوف كده الاربطة عندي ايه. عندي 3 وعندي 4. طب نحددهم مع بعض كده. نمبر 4 اهو، ده رباط نمبر 4 بيربط التيبيا بون بالباتيلا، وعندنا رباط تاني اهو اللي هو نمبر 3، يبقى هنختار 3 و4. which of the following statement is not correct، مش صح. part 5 has a limited range movement. part 5 صح، هنا طبعا العظمة دي هل بتتحرك in all direction؟ لا، في اتجاه واحد. تمام، يبقى دي صح. سوري، يبقى دي الستيتمنت الصح اللي مش هنختار، انا نختار الستيتمنت الرونج. part 2 is attached to a tendon and ligament. تاني part 5 المفروض has a limited range of movement. طبعا هنا التيبيا بون طبعا بتكون limited range، يعني limited في الحركة مش wide، الحركة بتكون in one direction، فده صح. تمام. طيب part 2 is attached to a tendon and ligament. فين part 2؟ دي الباتيلا مرتبطة زي ما احنا شايفين، متصل فيها ligament بيربطها بالبون التانية، وهو مرتبط بها tendon water بيربطها بالمصل زي ما احنا شايفين، يبقى دي تمام. طيب part 6 represents a connective tissue. part 6 انا مش متأكدة مشاور عليه، بس لو كان مشاور على الليجمنت فده connective tissue صح، ولو كان مشاور على طبقة الكارتليج دي اللي بتغطي الهيدز اوف بون ده connective tissue صح برضو. طيب part 1 limited movement range limit بيحدد، part 1 limits بيحدد الموفمنت رينج اوف part 7. قبل ما ابص كده اللي بيحدد الموفمنت رينج يا جماعه هو الليجمنت. تمام. part of part 7. طيب part 1 اللي هو المفروض تندن، والتندن مش بيحدد مدى الحركه او بيحدد الدايركشن بتاعه الموفمنت. اللي بيحدد مدى الحركه او الدايركشن كلمه limit الموفمنت رينج ديت حاجه خاصه بالتندن مش بالوتر. نمبر 1 ده يا جماعه وتر، نمبر 1 ده تندن وتر، مش ما ينفعش ابدا اقول عليه انه لمتس بيحدد الموفمنت رينج او بيحدد مدى الحركه او الدايركشن اوف موفمنت خالص. الكلام ده بنقوله على الليجمنت، وطبعا 1 تندن مش ليجمنت. فهي دي الستيتمنت رونج اللي المفروض نختارها. بيشاور على بارت اكس وواي، ده بارت اكس وده بارت واي. جميل قوي. طبعا ده بيربط ما بين مصل، اكس ده بيربط بين مصل وبون، يبقى اكس ده ليجمنت. اما واي ده مشاور على السينوفيال فلويد، لان اللي قدامنا ده سينوفيال جوينت. تمام تمام، فهنختار هنا اوكي. When a person is injured by a cutting in structure X. X ده ايه؟ ده التندن الوتر.
زي ما انت شايف قطع كامل. هنا بقى هنعمل كل حاجة: surgical intervention، تدخل جراحي، using anti-inflammatory طبعا، وكمان مضادات للالتهاب، وانالجيزيك مسكن. Which of the following characterizes اللي بيميز ligaments than tendons؟ طيب لو قلنا مثلا الاثنين strong and durable، ligaments بتكون عندها قوة تحمل وقوية، ligaments والtendons الاثنين الياف عندهم قوة تحمل وعندهم وبيكونوا strong لأنهم بيربطوا البونز العظام مع البونز سواء كان في الليجمنت أو البونز مع المسلز سواء كان في التندنز. تمام. طيب made up of connective tissue، الاثنين من connective tissue. Presence of degree of elasticity، أيوة الليجمنتس عندها elasticity أو مرونة أو بتسمح بقدر من الاستطالة، علشان كده بنقول الليجمنتس هي اللي بتحدد مدى الحركة، اللي بيقول إن الجوينت ده ممكن يتحرك البونز في كل الاتجاهات أو جوينت التانية تتحرك البون في اتجاه واحد، اللي بيقول ده أو اللي بيحدد ده الليجمنتس بتاعت الجوينت. خلاص، فنختار هنا choice C. الاتنين طبعا connect بالبون سواء كان التندن او الليجمنتس، بس الليجمنتس بون ببون اما التندن بون بمصل. هنا بقى جايب لنا شكل ني جوينت برضو، وبيقول لك اكس او ستراكشر اكس سيميلر تو واي في ايه. الشكل اللي قدامنا بيسالك اكس واي سيميلر تو ستراكشر اكس سيميلر تو واي في ايه. الاول اعرف اكس ده مين، ليجمنت رباط، واي ده مين، تندن لانه بيربط بون عظمه بمصل تحت، يبقى ده تندن. هيكون شبه بعض في ايه؟ الاستيسيتي. لا انا قلت لك ان الليجمنتس بيكون اكتر الاستيسيتي من التندن. هقول type of tissue that forms each of them، ان التندنس والليجمنتس الاثنين بيتكونوا من connective tissue. كده احنا بنكون خلصنا ليسون 1 شرح، وخلصنا كمان ليسون 1 كل اسئله المعاصر اللي تشايز على ليسون 1. يبقى فاضل لنا المقالي بتاع ليسون 1 اللي موجود في المعاصر واللي تشايز